تقولون إني أنا؟ أنتم من تقولون؟ يعني أنا بالنسبة لكم أبقى إيه؟ الله الظاهر في الجسد، طب هل اختبرت؟ الله الحنون، هل اختبرت؟ أنا بالنسبة لك عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، هل اختبرت هذه الحياة؟ اختبرت هذه الصفات في هذا الإله؟ المهم المعرفة بقى الإيه؟ الاختبارية. عشان كده كان في قصة لداود، كان في مرة بيعد الشعب وعد الجيش، وبعت إن هو عايز يعد الجيش بتاعه، كان نوع من الافتخار يعني، بعد لما نجح في كم حرب فابتدى يفتكر إن بإمكانياته. فربنا بعت له نبي وقال له اختار لنفسك، يا إما 7 سنين جوع أو هتهرب أمام أعدائك 3 أشهر أو يبقى فيه وباء. فقال كده: أسقط في يد الله ولا أسقط في يد إنسان، لأن الله مراحمه كثيرة. هو اختبر هذا الإله، فحتى لو أنا في إيده كل حاجة هتعدي. فمهم هذه الحياة الواحد يختبرها ويعيشها. طب إزاي هعرفه في وسط مشغولياتي وحياتي وعلاقاتي وكل الحاجات اللي حواليا والضغوط اللي حواليا وكل حاجة؟ ازاي هعرفه معرفة حقيقية؟ ازاي هعرفه؟ انا ممكن تكون معرفة كتب ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لكن انا مش عايز معرفة كتب ولا معرفة سماع ولا بيقولوا عنك كذا. لا، انا ذوقوا وانظروا ما اطيب الايه؟ ما أطيب الرب. عشان كده أول حاجة تخليني أعرف المسيح معرفة حقيقية، هناخد أول حاجة افتح كتابك. عشان أعرف المسيح معرفة حقيقية لا يمكن هعرفه من غير ما افتح الإنجيل. افتح كتابك. عشان كده لو أنا عايز أنتصر في حياتي على خطية، على فكر، المسيح حطلنا ورسم لنا الطريق في التجربة على الجبل، لما كان يقول للشيطان: اذهب يا شيطان، لأنه إيه؟ لأنه مكتوب. كلمة مكتوب دي ترعب الشيطان قوي، عشان كده هو دايما بيحاول يبعدنا عن إيه؟ عن كلمة مكتوب. مش عايزها تبقى في حياتنا، مش عايز يبقى مرجعي الإنجيل، مش عايز يبقى المسطرة اللي بقيس عليها هي الإنجيل، مش عايز المقياس بتاعي هو كلمة مكتوب. لأن العالم ليه برضو كلمة مكتوب، والمسيح مبني كلمة تانية له مكتوب. أنهي الأقوى؟ كلمة الله. عشان كده الشيطان بيحاول يبعدني عنها ويخليني في المكتوب بتاع العالم، يعني أتحط في موقف في شغل أو في البيت أو في أي حاجة، وممكن أطلع من الموضوع ده فالشيطان يعرض علي كلمة مكتوب بفكر العالم، لكن أنا عندي كلمة تانية مكتوب بقى. أنا هروح لأنهي؟ الشيطان يحاول يبعدني عن افتح كتابك، عايزه دايما مقفول. طول ما هو مقفول هو ضمن الضعف بتاعي. ده بالعكس، كل ما هو يكون مقفول أنا في انحدار. أنا في إيه؟ في انحدار، يعني مش ثابت، لأ ده أنا في انحدار. لكن لما يتفتح الكتاب هو عارف إن سر نصرتي هي فين؟ في الكتاب. عشان كده بولس الرسول يقول كده: لتسكن فيكم كلمة المسيح بإيه؟ بغنى، بغنى. أحد الآباء يقول كده: هذا هو سبب كل الشرور، أن نجهل الكتاب المقدس فنخرج للقتال بدون أسلحة، فكيف لنا أن نعود سالمين؟ فبيقول ده كل سبب الشرور ديت، إن إحنا كلمة مكتوب دي ملهاش عمق في حياتنا، فبنخرج للقتال قصاد أي موقف، قصاد أي حاجة. يقول لك: كيف نعود سالمين؟ لا يمكن هتعود سالم بدون ما تفتح إيه؟ ما تفتح الكتاب. عشان كده
أبونا بشوي كامل ليه قول حلو أوي، بيقول كده: هل يدفعك شو والحب المقدس للمسيح إلى قراءة الكتاب المقدس؟ إن كان ذلك فطوباك، وإن لم يكن فأنت لازلت بعيدا عن الطريق. أنت بعيد عن الطريق طول ما أنت قافل الكتاب، مش هتعرفه، مش هتعرفه، مش هينفع تعرفه ولا تتعرف عليه وانت قافل الكتاب. دي أول نقطة عشان أعرف المسيح معرفة حقيقية، افتح كتابك. تاني نقطة، اقفل بابك. يبقى افتح كتابك واقفل بابك. ايه الباب اللي اقفله؟ باب الخطية، لأن سر ضعفنا هو في أبواب كتيرة قوي مفتوحة في حياتنا، مش بس مفتوحة، دي ممكن تكون أبواب متوربة. يعني ايه متوربة؟ لا هو مفتوح باين خطية، ولا هو مقفول. هو شيطان يفرح قوي بالأبواب الايه؟ المتوربة. الخطوة الأولى للخطية ممكن ما تبانش إن هي خطية، ودي تبان قوي في علاقاتنا أو في قعدتنا على النت، أو في بنتعرف على ناس جديدة على النت من غير ما نكون عارفينهم ولا لينا علاقة بيهم. ممكن تبقى الخطوة الأولى ما تبانش إن هي خطية، لكن تجر الإيه؟ لخطية. عشان كده كان دايما الآباء يقولوا احذر من الإيه؟ الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ديت الآباء كانوا حريصين جدا بيدخلوا حياتهم ايه وفكرهم ايه وقلبهم ايه وسمعهم ايه ونظرهم ايه. لكن للأسف أنا باب الحواس ممكن يكون مفتوح، عينيا طلقها بتشوف أي حاجة، وداني بتسمع أي حاجة. كان في حد من الآباء بينصح تلميذه الجديد في الرهبنة، فيقول له كده: اجتهد يا ابني أن لا تدخل إلى قلايتك كلمة غريبة. كلمة الغريبة دي ممكن تتعبك، أنت قاعد بتسمع إيه؟ مواضيع كتيرة ودخول في حاجات كتيرة قوي، وارجع عشان أقف أصلي ألاقي المواضيع دي كلها جت في بالي وتعبتني. أنا مدي ودني لإيه؟ عشان كده مهم إن أنا أقفل باب الحواس. أقفل باب الحواس. آباء كبار قوي سقطوا بالخطوة الأولى ديت. داود النبي لما سقط، سقط بالإيه؟ بالخطوة الأولى، ما خرجش للحرب وطلع يتمشى فوقع في الخطية. شمشون وسليمان برضو الخطوة الأولى أوقعتهم في الخطية. فاحذر من الخطوة الأولى واقفل إيه؟ كل باب متوارب أنا مش عارف الباب ده أسميه إيه في حياتي. يعني ممكن في علاقة أنا مش عارف العلاقة دي إيه، الشخص الجديد بتأنهي مسمى. يبقى أول حاجة عشان أعرف المسيح، افتح كتابك، اقفل بابك. ثالث حاجة، ثبت صلاتك. لا يمكن هتعرف على المسيح وأنا ماليش مخدع، مفيش علاقة بيني وبينه، بقف أتكلم معاه، بقف أفتح ضعفي وأوجاعي وألامي قدامه. كل ضعف فينا وكل وجع وكل خطية وكل عادة لا يمكن هقدر أغيرها إلا ما تنكشف قدام النور. النور هو اللي هيطهرها وينقيها قدام المسيح. فعشان كده كان حد من الآباء يقول كده: ما تفتكرش إن في باب للتوبة غير إيه؟ غير الصلاة. لو افتكرت كده هتبقى أنت مخدوع من الشياطين. فمهم قوي إن أنا أقف قدام ربنا، أطرح ضعفي، أتعرف على المسيح في الصلاة، أتعرف على المسيح في الصلاة. كان حد من الآباء بيقول كده: اجتهد أن تدخل إلى مخدعك السري، لأنه يوصلك إلى المخدع السماوي. كل ما يكون المخدع السري ده قوي هيوصل على فين؟ على المخدع السماوي، وتبان الثمر في حياتي، ويبان في نصرة على الخطيئة. اللي ما كنتش قادر عليه الأول دلوقتي إيه؟ بقدر عليه. طب ايه السبب؟ العلاقة اللي بيني وبين المسيح ادتني قوة على ايه؟ على الفكر اللي كان ربطني. يبقى عشان اعرف المسيح معرفة حقيقية، افتح كتاب
اقفل بابك وثبت صلاتك. ربنا يدينا دايما كده معرفة حقيقية بالمسيح، ونقول مع بولس الرسول: لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.